السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا خامس. اليوم سوف نبدأ في حل المعجم والدلالة من درس القراءة ابن سينا. في البداية نقرأ الدرس، ثم بعد قراءة الدرس نقوم بحل المعجم والدلالة. ابن سينا، ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 370 للهجرة، ونشأ في ظل والده الذي كان واليا على بخارى، وقد عهد به إلى كبار رجال العلم فأحسنوا تربيته وتعليمه. كان منذ صغره على دراية بأمور الدين والفقه، ثم تعمق في دراسة الآداب والهندسة والفلك والرياضيات والفلسفة، وتنبأ له العلماء بمكانة مرموقة وشهدوا له بالتفوق والبراعة حتى لقب بالشيخ الرئيس. كان ابن سينا بارعا في الطب وذا عصيته، فاستدعاه سلطان مدينة بخاري إلى قصره ليعالجه من مرض عضال أصابه بعد أن عجز عنه الأطباء، فعالجه ابن سينا، فكافأه السلطان بأن منحه لقب كبير أطباء السلطنة، كما لقب بشيخ الأطباء على الرغم من صغر سنه. ألف ابن سينا كتاب القانون في الطب الذي ظلت جامعات أوروبا تدرسه عدة قرون، وكان المرجع الأساس لأطباء العالم جميعهم إلى القرن السابع عشر الميلادي. فلم يكن الطبيب طبيبا إلا إذا درس كتاب القانون لما يحويه من معارف طبية وصيدلانية. من أهم إنجازاته استخدام التخدير في العمليات الجراحية، وهو أول من حقن المريضة تحت الجلد. نبدأ في البداية في المعجم الدلالة. السؤال الأول: أضف إلى معجمك اللغوي الوالي هو الحاكم، دراية هي معرفة وخبرة، تنبأ أي توقع، البراعة هي التفوق. السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. عهد به تعني ألف، أوصاهم به تعني ألف، أوصاهم به. عضال تعني شديدا. ذا عصيته تعني أنه أصبح مشهورا. مكانة مرموقة أي أنها منزلة عالية. هات كلمات من النص تناسب المعاني الآتية: طلب إليه الحضور، استدعاه، في النص موجودة كلمة استدعاه، ماهرا أي أنه في النص كان مكتوب كلمة بارعا، أعطاه أي منحه، أي أعطاه معناها في النص تناسب المعنى، أعطاه أي منحه. السؤال الرابع: فرق في المعنى فيما تحته خط. لقب ابن سينا بشيخ الأطباء على الرغم من صغر سنه، أي كان عمره كان صغير. ذهب الولد إلى الطبيب لعلاج سنه، معناها ضرسه، سنه أي ضرسه. ألف ابن سينا كتاب القانون. ألف أي كتب. ألف الإسلام بين قلوب الناس. ألف أي تعني جمعة. جيم: ظلت جامعات أوروبا تدرسه عدة قرون تعني مئات السنين. قرون الغزلان طويلة أي أنها مادة صلبة
موجودة بجوار الأذن في بعض الحيوانات. مادة صلبة موجودة بجانب أو بجوار، علق القلم. مادة صلبة موجودة بجوار الأذن في بعض الحيوانات. لقب ابن سينا بشيخ الأطباء. بشيخ الأطباء تعني سيدهم أو كبيرهم، سيدهم أو كبيرهم، سيدهم أو كبيرهم. طيب عنا وأبونا شيخ كبير. وأبونا أي أنه كبير السن، شيخنا كبير السن. وظف يا خامس الكلمات الآتية في جمل مفيدة. وظف جمل من عندك. التفوق، تمنى المعلم للطلبة التفوق في الامتحان. ب نشأ عبد الله في بيت محب في بيت محب للعلم. استدعى جيم، استدعى مدير المدرسة محمد لتكريمه. إلى هنا يكفي يا خامس، استودعتكم الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.